عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কইয়াছেন, আল্লাহ তাআলা যে নবীটি নাম আছে যে উহা মুখস্থ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم المدود المجيد الباعث الشهيد الحق الوقيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباقي الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الباقي الوارث الرشيد الصبور صدق الله العظيم.